Ассаламу алейкум. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сегодня я бы хотел прочитать суру Аль-Инфитар. Каждый аят по три раза, в конце один раз от начала до конца. Иншаллах, также хочу прочитать эту суру. И хочу сказать, что для тех, кому нужен подробный анализ, подробный разбор всех правил этой суры, можете зайти на моем канале в плейлист, раздел «Коран». И там посмотреть полный разбор этой суры, иншаллах. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار جار لفي جحيم وإن الفجار
Джароля фи джахим. Яслаунаха яумаддин. Яслаунаха яумаддин. Яслаунаха яумаддин. Вама хум анха бигаибин. Вама хум анха бигаибин. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Теперь один раз от начала до конца, иншаллах, прочитаю. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Всем доброго здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум.